بروفيسور، من هم ليس في استطاعتهم الاستفادة من حملة التلقيح لدواعي صحية، المصابون ربما بحساسيات أو شيء من هذا القبيل، كيف سيتم التعامل معهم فيما يخص جواز تلقيح خصوصا؟ هو الموانع الحقيقية والطبية والعلمية لعدم التلقيح قليلة وقليلة جدا، تبقى محدودة في إما يكون عندنا واحد المرض اللي كيكون دابا في واحد الحاله حرجه، هذاك ما غنلقحوهمش، ولا الناس اللي عندهم الحساسيه مفرطه، والحساسيه اللي كتكون اما بصدمه مناعيه شوك انافيلاكتيك باللغه الفرنسيه، او كيكون عندهم انتفاخ ديال الحنجره لو ديم دو كوينك، هادو هما اللي ما خصناش نلقحوهم. طيب هادو اللي ما خصناش نلقحوهم دكتور، هادو كيكون عندهم بحال فاش غنتعاملوا معاهم في بحال عندهم غادي يكون عندهم بحال واحد الوثيقه ديال الاعفاء من التلقيح، لان نظرا لخطوره الاعراض الجانبيه الا درنا لهم التلقيح وهما عندهم حساسيه مفرطه اللي ذكرنا عليها، هو الموانع قليله وقليله جدا. هاد الورقه اللي تثبت انهم معفيون او لن يسمح لهم بالتلقيح، هل ستسمح لهم بالتنقل؟ هي شهاده طبيه، كتكون شهاده طبيه وستسمح لهم بالتنقل مع الاحترام للوسائل الاحترازيه، وكذلك كيقوموا اذا كان عندهم واحد التنقل كيديروا البي سي ار، هذاك التحليله ديال الانف اللي كتبين لنا انهم خالين من الفيروس.